السادة سمية المحمدي، أستاذة مادة التربية الإسلامية. مشاركتي في تكوين قراءة ويكيبيديا في القسم كانت تجربة نوعية وراقية برقي مؤطريها ومكونيها. الشكر موصول لويكيبيديا، الشكر موصول للأساتذة المؤطرين الذين كانوا أكثر من رائعين. أدعو جميع الأساتذة وأرجو منهم الانخراط بشكل إيجابي وبشكل فعال في هذه الدورة المادية والمفيدة لتعلم الوعي المعلوماتي ولنشر ومشاركة المعلومة مع الغير. شكرا لكم.